السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي سؤال مهم جدا، اجتماعيات سادس ابتدائي يأتي في امتحان نهاية السنة، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أولا، تتمثل المنطقة المتموجة في محافظة نينوى بمرتفعات مكحول لو حمرين مكحول. مناخ محافظة السليمانية هو مناخ البحر المتوسط لا الصحراوي البحر المتوسط. من أهم مدن في محافظة صلاح الدين هي مدينة سامراء لوهيت سامراء. يقع جبل سفين في محافظة أربيل لو السليمانية أربيل، كانت تسمى سابقا بلواء الدليم، هي محافظة وسط لو الأنبار الأنبار. سميت محافظة ديالى في العهدين العباسي والعثماني طريق خراسان لو الملوية طريق خراسان.